وطني اتفق على مواجهة بلجيكا والدان في 18 من نوفمبر المقبل في الكويت، لافتا إلى أن هناك مباراة أخرى لم يستقر عليها وستكون أمام منتخب أقل من بلجيكا فنيا وممكن تكون أمام منتخب الكويت. صرح أميام أن معسكر المنتخب الوطني كان جيدا جدا والمدير الفني فوجئ بأداء والتزام وحماس اللاعبين، وهو يدرب اللاعبين دائما على التمرينات التمرير للأمام والجميع ملتزم. هكا كمان عضو الاتحاد المصري لكرة القدم حازم إيمان أنه لا توجد أزمات داخل المنتخب الوطني وجميع اللاعبين سعداء نافيا، ما تردد عن حدوث أزمة بسبب القميص رقم 1 فيما بين محمد الشناوي وأحمد الشناوي، موضحا أنه من الطبيعي عدم البدء بمواجهة منتخب قوي. أما عن المدير الفني طبعا البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني المصري في الوقت الحالي بيعد تقريره الفني قبل تسليمه للاتحاد المصري لكرة القدم عن معسكر سبتمبر اللي شهد الظهور الأول مع الفراعنة خلال وديتي النيجر والهيبيريا، واختتم المنتخب معسكره أمس الثلاثاء بعدما طبعا قسم فيتوريا المعسكر لمرحلتين. بدأ المرحلة الأولى في الفترة من 13 وحتى 17 بقائمها أولية ينقصها الدولي بعد ولعبوا نادي الزمالك، بعد كده دخل في المرحلة الثانية من المعسكر واللي كانت من فترة من 19 ل 27 بالقائمة النهائية اللي خاض معظمها ودياتي النيجر والليبيريا. وكشف المدير الفني للمنتخب الوطني عن أن لم يتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى في أول معسكر قائلا: قمنا بعمل جيد ووظفنا إمكانياتهم بشكل يحقق لنا أكبر استفادة ممكنة، والمعسكر كان بشكل عام مميز للغاية. وده تصريح أغلب كمان كل اللي تابعوا مباراتي نيجيريا وليبيريا للمنتخب الوطني، وأصبح أنه هناك إلى حد ما نوع من أنواع الإيجابية للعب منتخب الوطني إلى الأمام. نروح بقى لمنتخب الشباب. كابتن محمود جابر مدير فني منتخب الشباب عقد بعد ما كسب المعسكر اللي أقامه المنتخب في الأيام الماضية على استاد المكسب الأسكندرية وتخلله ثلاث وديات أمام سبورتنج وطلائع الجيش وحرس الحدود. صرح كابتن جابر وقال: نجحنا في تحقيق أهداف من المعسكر رغم أن الظروف الصعبة التي تعاني منها وغياب عدد كبير جدا من اللاعبين سواء من اللي انضموا للمنتخب الأولمبي أو المحترفين اللي حالة الظروف دون انضمامهم للمعسكر. ووصل المدير الفني للمنتخب بالشباب كمان تصريحاته وقال: حاولنا أن يكون المعسكر ده ومن خلال المباريات الودية الثلاثة اللي تلعبوا تجهيز اللاعبين لكل مركز رغم الغيابات وتوسيع قاعدة الاختيارات في المنتخب، وهو همنا الأول حاليا، ونمشي بيمشي بخطوه ثابته ونجاحاته في هذا الشان ان هو يحاول يبقى فيه بدائل في ظل غياب المراكز المتعدده للاحتراف وحال ما بين تواجدهم في المعسكر الاخير. واكمل كمان كابتن محمود جابر ان هو خطتنا للمرحله القادمه هو وجود عشرات اللاعبين الجاهزين لتمثيل منتخب الشباب، وان هو بينقب ويفتش عن المواهب في جميع الانديه وبيبحث عن محترفين جدد، وكل معسكر بيشهد وجوه جديده، وهذا يصب في صالح الخطة المستقبلية للمنتخب.